مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر من شاشه التفاعليه للشوف تي في. فجرات اسماء اغلال رئيسه مجلس مدينه الدار البيضاء قنبله من العيار الثقيل من كشفات ان مجلس المدينه فيه اكثر من 2000 موظف شبح. وضحت اغلال خلال حلولها كضيفه باحدى البرامج التلفزيونيه على القناه الثانيه مساء اول امس الاحد، وقالت عندي 3700 موظف، 200 منهم غادي يتقاعد في البيرو، حنا 3400، لكن ملي تنجمع داكشي اللي حاضر عندي فقط 1000 موظف اللي كاينه وكتخدم. واضافت رئيسه مجلس مدينه الدار البيضاء ان هؤلاء الموظفين الاشباح كيتسلموا يعني المبلغ الشهري ديالهم، ونفات انهم يكونوا كيحضروا بالترقيه، بحيث علقات بالقول هذا الشيء سيبه وحنا خدامين عليه وما خايفاش ينوض عليا نحل. واعتبرت اسماء اغلال انها ورتات حمل ثقيل على المجالس السابقه، واكدت ان مجلس مدينه الدار البيضاء كيعاني عجز بحوالي 198 مليون درهم، وهي عباره على احكام قضائيه. بهذا مشاهدينا غادي نوصلوا نهايه هذا الخبر، تبقوا على خير.